مساء الخير، عاملين ايه؟ النهاردة هعمل لكم وصفة، اسمعوا معايا كده. القرمشة، الحمص، احنا بنروح بنشتريه من المحمصات بسعر غالي. طب على ايه النهاردة؟ هعلمك طريقته في البيت بطريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة. كل اللي احنا هنحتاجه، هنروح نجيب ربع كيلو حمص من اللي هو المستورد ده السريع اللي هو بيستوي بسرعة، وهنزل عليه بقى حوالي 3 كوبايات كبار من المية اللي بتغلي عشان تساعد الحمص معايا ايه في النقع، ان هو يستوي بسرعة. بصوا بقى الحمص حجمه اتضاعف معايا اهو، وشرب المية خالص واتغير. هروح بقى دلوقتي في حلة على النار، هنزل بالحمص بتاعنا بقى، صفيت المية اللي كان منقوع فيها واحط له مية نظيفة خالص، مية من الكاتل بتغلي عشان تساعد على الحمص معايا ايه يستوي بسرعة. شايفين بقى كده انا غطيته بالمية خالص، هقلب فيه تقلبتين كده، وبعد كده هلاقي بقى الحمص معايا اتسلق، ادوس عليه ان هو اتهرس كده كده اعرف المستوى خلاص. هاجي بقى في مصفى واصفي بقى الحمص بتاعنا من المية دي خالص، وبعد كده هسيبه بقى يبرد تماما، يبرد خالص ويتصفى من المية، ما يبقاش فيه مية خالص. اروح بقى فرده في الصينية عندي، اي صينية بقى، اهم شيء ان الحمص بتاعي يبقى متفرط ما يبقاش فوق بعض. شايفين اهو، احط بقى عليه ملح، بابريكا، زيت، واقلبهم. طبعا لو انت حابه بقى اي طعم تاني براحتك خالص، عايزه تحطي بقى جبنه، شطه، اي حاجه انت حباها براحتك، بتجيبي الاطعمه دي من العطار وبراحتك. انا هنا حطيت البابريكا، هقلبه بقى كده وادخله على الفرن في الرف الوسط اهو. بصوا اتحمص معايا واخد لون حلو قوي، شايفين ومحمص وجميل جدا. قعدت بقى حطيته في الفرن وقعدت اقلب فيه لحد ما اخد اللون ده والقرمشه ديت. طبعا اول ما هيطلع من الفرن ويبرد هو هيقرمش لوحده. شايفين بقى جميل معايا ازاي؟ نفس المحمصات اللي احنا بنجيبها بالظبط. اسمعوا بقى كده، بجد القرمشه يعني عايزه اقول لكم اهو، هعملها معاكم. جربوا بقى كده، جربوا الوصفه واسمعوا معايا صوت القرمشه، بجد جميل جدا. متنسوش تجربوه بقى وتقولوا رأيكم في التعليقات.